بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهنئكم يا اخوتي جميعا ببدايه عام جديد نرجو ان يكون سعيدا، واهنئكم بعيد ميلاد السيد المسيح له المجد. وبالاصاله عن نفسي وباسم المجمع المقدس لكنيستنا القبطيه الارثوذكسيه وهيئة الأوقاف القبطية والمجلس المل العام وسائر الإكليروس والهيئات القبطية وكل الشعب القبطي في مصر وبلاد المهجر، أتقدم أولاً بخالص الشكر للسيد الرئيس المحبوب محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية، نشكره على كريم تهنئته لنا على البرقية التي أرسلها لنا بمناسبة العيد وأذاعها ونشرتها الجرائد، وعلى إيفاده السيد سعيد كمال زادة الأمين الأول لرئاسة الجمهورية لحضور الصلاة. ونحن نحيي جهود السيد الرئيس وإنجازاته وسياسته الحكيمة التي أثمرت اختيار الأستاذ الدكتور بطرس غالي أمينا عاما للجمعية. وقد أبرق لنا مهنئا بالعيد معتذرا عن عدم الحضور لمشغولياته الجديدة، وأناب عنه في حضور الصلاة الدكتور يوسف بطرس غالي. ونحيي أيضا سياسة الرئيس الحكيمة التي أثمرت من قبل اختيار الأستاذ الدكتور عصمت عبد المجيد أمينا لجامعة الدول العربية. كما نشكر الأستاذ الدكتور عاطف صدقي رئيس مجلس الوزراء على تهنئته الرقيقة، وقد حضر الصلاة نيابة عن سيادته الأستاذ نور فرغل الأمين العام المساعد للمراسم بمجلس الوزراء. وقد حضر عن مجلس الشعب ورئيس المجلس الأستاذ الدكتور أحمد فتح سرور للتهنئة الأستاذ أحمد أبو زيد وكيل المجلس والدكتور عبد الأحد جمال الدين وكيل المجلس. وقد بعث لنا الأستاذ الدكتور مصطفى كمال حلمي رئيس مجلس الشورى برسالة رقيقة، وأناب عنه في حضور الصلاة الأستاذ فهمي ناشد عضو المجلس. أهنئكم يا إخوتي بالعيد وما يحمل هذا العيد من معنى السلام الذي غنى به الملائكة في ميلاد السيد المسيح. وفي الواقع العالم حاليا يحتاج إلى هذا السلام. نحن الآن ننتظر مؤتمر السلام الذي عقد من أجل قضية الشرق الأوسط، ونرجو له النجاح وأن يأتي بنتائج طيبة، ونصلي من أجل المشكلة الفلسطينية أن يكون لها حل. أيضا العالم يحتاج إلى سلام في البلاد الشرقية والجمهوريات التي تخلفت عن الاتحاد السوفيتي وخلفته في الإدارة. نرجو
أن يوفق الله الجميع ونطلب سلاما للمنطقة. نطلب أيضا سلاما لمنطقة القرن الإفريقي، ونطلب أيضا سلاما للبلاد الكثيرة المديونة والتي ترزخ تحت أعباء اقتصادية ضخمة، ونرجو أن يعمل الرب في قلوب الدول الدائنة لكي تحل مشكلة كل هؤلاء ليكون لهم سلام. العالم أيضا يحتاج إلى سلام من أجل الثقب الموجود في منطقة الأوزون والذي تحدث عنه اضطرابات في الطبيعة، وكما ترون الكثير من السيول في مناطق متعددة. نطلب سلاما لكل تلك المناطق وللمناطق أيضا التي توجد فيها الزلازل والكوارث الأرضية الطبيعية. نطلب أيضا سلاما للعالم من الأمراض التي انتشرت كثيرا ولم تكن معروفة في الماضي القريب، أمثال أمراض الإيدز ونتائجه الخطيرة وانتشاره في كثير من المناطق، أمراض السرطان، أمراض الفشل الكلوي، كل تلك الأمراض الصعبة التي تتعب الناس وتفقدهم سلامهم الداخلي وتكلفهم الكثير من المصروفات. نطلب لكل هؤلاء سلاما. نطلب سلاما للشباب الذي وقع في مشكلة الإدمان أو غرر به البعض وأصبح في وضع يؤسف له كثيرا. الرب يعالج كل هؤلاء ويوفق بلادنا في علاجهم أيضا. نطلب سلاما للجميع، وفيما نذكر المشاكل المتعددة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخلقية أيضا والفكرية، إنما نذكر معها أغنية الملائكة يوم ميلاد المسيح: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. نعم، ما أحوج العالم حاليا إلى السلام وإلى المسرة. جاء السيد المسيح ينادي بالسلام، وكان يقول: سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم. وكان يقول: طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. وكان يقول لتلاميذه: وأي بيت دخلتموه فقولوا سلام لأهل هذا البيت. والكتاب المقدس يذكر السلام كثمر من ثمار الروح، فيقول: من ثمر الروح محبة وفرح وسلام. إن الله حينما خلق العالم كان السلام يسود العالم، أو كان السلام يسود العالم أيضا قبل الخلق. قبل الخلق لم يكن سوى واحد فقط، هو الله، والله محبة، فكان هو الحب الأزلي الموجود في الكون، وكان الكون في سلام. ولما خلق الله آدم وحواء عاش في سلام فترة من الزمن لا ندريها قبل الخطيئة، وكان في سلام حتى مع الوحوش.
بل لم تكن الوحوش وحوشا في ذلك الحين، كان لها مع الناس سلام، وكان آدم يرعاها في الجنة، وكان يقيتها، وكان يدعوها بأسماء. ونفس السلام كان في فلك نوح. ثم بدأ الناس يفقدون السلام حينما قتل هابيل الصديق بواسطة أخيه، وظل هذا الأمر موجودا في الكون. كل هابيل في الأرض يخشى من أخ يقتله وتلعن الأرض بسببه. إن الله يريد لنا السلام، ولكن هل الناس يريدونه لأنفسهم أم لا؟ دائما السلام يرتبط بالحب، حيثما يوجد الحب يوجد سلام. إذا فقد الناس محبتهم بعضهم للبعض فقدوا السلام أيضا. والمحبة هي الوضع الأصيل للكون، الكراهية دخيلة على هذا العالم، والعداوة دخيلة على العالم. كان الحب أولا ولم يكن هناك غير الحب. جميع الناس يتحدثون عن السلام ولكنهم لا يعيشونه. صدقوني، حتى البلاد المتحاربة كل طرف من الأطراف المتحاربة يتحدث عن السلام وحب السلام وعظمة السلام، ولكن فرق بين الكلام وبين الحياة. الذي نريده في رسالة الميلاد أن يسود الحب هذه الأرض، حب نحو الله وحب نحو الناس وحب للخير والبر والفضيلة. حتى الصلاة ما هي إلا حديث حب مع الله. داود النبي يقول: محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي. ويقول أيضا: باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم. ويقول لله في مزاميره: كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه كذلك اشتاقت نفسي إليك يا الله. صدقوني يا إخوتي، الدين ما هو إلا رحلة حب نحو قلب الله، ما هو إلا رحلة حب نحو قلب الله تعبر في طريقها لتعمر قلوب الناس أيضا. لأن الذي لا يحب الناس لا يستطيع أن يحب الله مهما ادعى ذلك. الكتاب المقدس يقول: إن كنت لا تحب أخاك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا تراه؟ إنه تدريب لنا أن نحب بعضنا بعضا لكي نصل إلى محبة الله. والذي يحب الله لا يعادي أحدا، والقلب الذي يسكنه الحب لا تسكنه العداوة، لأنه لا يجتمع النور والظلمة معا في قلب واحد. الإنسان الذي يحب المفروض أن يحب جميع الناس ويكون في سلام مع جميع الناس. وقد علمنا الكتاب قائلا: على قدر طاقتكم إن استطعتم سالموا جميع الناس. ولماذا قال على قدر طاقتكم إن استطعتم؟ لأن عدم المسالمة ربما تأتي من الناس الآخرين، أما أنت فعلى قدر طاقتك عش في سلام
مع الناس، بل علمنا السيد المسيح أن نحب حتى الأعداء والمقاومين، وقال: إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم. الخطاة أيضا يفعلون هكذا، وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي أجر لكم، أي فضل لكم. الخطاة أيضا يفعلون هكذا، ولكن أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. هذا الحب الذي للجميع لقنه الله حتى للطبيعة، لقنه الله حتى للطبيعة. انظر إلى الشمس مثلا، إنها تشرق على الأبرار والأشرار، تعطي الكل من حرارتها ومن ضوئها، تعطي دون أن يطلب أحد منها، وتعطي ولا تسأل من تعطيه هل هو مستحق أم غير مستحق. الطبيعة من عادتها الحب والعطاء. الشجرة مثلا تبذل كل جهدها لكي تعطيك ثمرا، فهي تعمل من أجل سعادة الغير وليس من أجل سعادتها الشخصية. كل ما عندها من إنتاج، من إثمار، من تعب، إنما لكي تقدم لك ثمرا تأكله. والعجيب أننا نأكل ثمر الشجرة دون أن نأخذ منها درسا، نأخذ الثمر وننسى الرمز. الرمز هو محبة الكل والعطاء للجميع والتعب والحياة لأجل الكل. صدقوني، ده ممكن أن نأخذ درسا حتى من النحلة، النحلة التي تتعب وتدبر وتشتغل بكل نشاط وبكل جهد وبكل نظام، وتأخذ رحيقا من كل زهر وتصنع كل ذلك لكي تقدم لك شهدا تأكله أنت، فهي تعمل من أجل غيرها ولا تعمل من أجل نفسها، وظيفتها أن تسعد الغير. هذا هو الدرس الذي ينبغي أن نعرفه جميعا لكي نحيا في سلام مع الناس، نعيش لأجل الناس، نخدم الناس، نعطي كل أحد، نبذل من أجل الكل. كل من يقابلك المفروض أن ينال منك خيرا، وهكذا كان السيد المسيح، قيل عنه إنه كان يقول يصنع خيرا ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. إننا حينما نحتفل بالعيد ليس فقط لكي نفرح بأيام سعيدة، إنما لكي نأخذ المعاني الروحية التي يقدمها العيد لنا ونحياها ونسلك فيها. وفي مناسبة هذا العيد نصلي من أجل الجميع، نصلي من أجل الكل، أفرادا وشعوبا ودولا وأمم، نصلي من أجل البلاد المتحاربة لكي يسود فيها السلام، ومن أجل المناطق المضطربة لكي يسود فيها الهدوء، ومن أجل البلاد المنكوبة بالكوارث لكي يصلح الله من أمرها. نصلي من أجل بلادنا مصر،
أن تستمر كما هي صورة مشرقة مضيئة أمام العالم، تنادي بالسلام وتعمل من أجله. نصلي من أجل رئيس بلادنا محمد حسني مبارك أن يحفظه الله ويقويه، ونصلي من أجل كل العاملين في هذا البلد الأمين، ونصلي من أجل غير العاملين لكي يعملوا ولكي يعطوا.